شكري ظل دائما مخلصا لمدينة طنجة. عندما يسأل عن هويته يقول باستمرار أنا كاتب طنجاوي. وفعلا لأن شكري يقول أنا لا أعرف شيئا عن المدن المغربية الأخرى، أنا عشت في مدينة طنجة وخبرتها جيدا واستطعت أن أغوص إلى عالم يمثل مثلا الشرائح الاجتماعية المهمشة، وامتلك قدرة خارقة من أجل أن يكون خير معبر لهذا العالم السفلي. البعض يرى فيه كاتبا أساء إلى مدينة طنجة لأنه صور يعني فئات اجتماعية مهمشة مسحوقة إلى آخره. هذا ماشي العيب ديال شكري. شكري يعني عاش في هذه العوالم وليس مطلوبا منه أن يعني يعبر عن هموم يعني بعض الفئات التي لا ينتمي إليها. نحن نعلم أنه حتى في تراثنا العربي هناك العديد من الأسماء التي كانت جريئة، أبو نواس مثلا وغير أبو نواس، وكتاب ألف ليلة وليلة، كتاب الروض العطير إلى آخره، ولكن لم يصلنا قط أن السلطة يعني تدخلت من أجل أن تجعل حدا لهذا النمط من الكتابة. يجب أن ننتبه جيدا، يعني الشكري يمتلك قدرة خارقة من أجل أن يكون روائيا متمكنا، يمتلك الأدوات السردية من أجل أن يكتب عملا روائيا جيدا، والمؤلفات التي أسهم بها تعتبر خير شاهد لما أقول. في المؤسسة سنحاول أن نرسخ يعني عملا ثقافيا يتصالح مع الخصوصية الثقافية والإبداعية التي تمتلكها مدينة طنجة.